السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سولة قناة اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شاليه مرتفع عن الأرض، مدخل خاص، موقع مميز جدا بجوار شارع 10، يصلح للسكن الدائم طول العام بسعر روطة داخل القرية. عندي هنا موجود الفرندا، قصادنا هنا موجود عندي التراك الكامل بطول الشاليه. الشاليه عندي كله متقفل حديد بالكامل، شبابيك عليها حديد زائد أمان، والشاليه عندي هنا مرتفع درجة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. أول حاجة بتقابلني هنا عند ريسبشن كبير ما شاء الله، متقسم عند تقسيم قطعتين وتشطب كمان كويس جدا، تشطيب جبسون برضو، ديكورات عندي سي إن سي. في الريسبشن موجود عندي هنا خلفيات ممتازة جدا من الثري دي، وقصادنا على طول هنا موجود عندي مطبخ أمريكاني. المطبخ عندنا هنا من الداخل، طرق التوزيع بتدخلنا على غرف النوم، الحمام على يمنا، موجود عندي هنا أول غرفة نوم، مساحتها كبيرة ما شاء الله، بتشيل معايا غرفة نوم كاملة. متشطب عندي تشطيب هادي جدا، تشطيب كلاسيك، والشباك هنا عندي عليه حديد زائد أمان. جنب منها مباشرة موجود عندي الغرفة التانية، وقصادنا هنا موجود عند الحمام. ممتاز، جميل جدا جدا ما شاء الله. رؤية الريسبشن عندنا هنا من زاوية تانية، عدد الكهرباء الخاص بالوحدة بتاعتنا، وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل. ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهاردة من قناة سولة قرات في اسكندرية شاطئ النخيل، شاليه مميز جدا مرتفع عن الأرض في موقع مميز بجوار شارع 10، وفندق دار الدفاع الجوي والخدمات العامة، يصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل. مسجل في جمعية 6 أكتوبر التعاونية بناء وإسكان والتعمير، وكامل العدادات كهرباء مميزة، ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشاليه 120 متر، السعر 650,000 جنيه كاش، والسعر قابل للتفاوض، السعر بالدولار 13,000 دولار. ما شاء الله عدنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب.